ماذا تفعلين؟ Що робиш? Буде такий торт мурашник. Ну, ти ж пам'ятаєш з дитинства. Іннана санухаддиру кака тусамма бі عش النمل او قرية النمل. هذا عجين. نعم. تبر خي відпочивает, потім через мясорубку в духовку. والآن العجين سيستريح قليلا. وضعت أمي العجين لمدة في ثلاجة. والآن نقوم بخطوة ثانية, مرحلة ثانية. يجب أن نفرم هذا العجين. التالية هي يجب أن نخمر العجين المفروم في الفرن. هذه الجدان من العجين. والآن سنريكم حليب مكثف مسلوق. أمي ستفتح. سنستخدم هذا الحليب المكثف المسلوق في الكريم لكعكتنا عش النمل. انظروا, هذا لذيذ للغاية. وأضفنا قطعة زبدة. قد خبزنا الدفعة الأولى. الرائحة جميلة للغاية. الرائحة جميل. الرائحة مثيرة للشهية. والآن يجب أن نكسر هذه الجدان من العجين إلى قطع صغيرة. دفعة ثانية. نسيبаем زوشو. Господи, что такое? أهم مرحلة, نضع الكريم إلى البسكويت. А то дівка може сидіти трошки займе. Так, типа, подожди, за что?
Розмішали. Унзуру іля газаль джамал. هل فهمتم لماذا تسمى هذه الكعكة بعوش النمل أو قرية النمل؟ بسبب شكله. وسنرش مسحوق السكر فوق هذه الكعكة. وأيضا يمكن أن نرش مثلا بذور الخشخاش. مثل الثلج. تساقط الثلج. الآن سنقل ذرة لنحصل على الفشار. هذا نوع معين من الذرة. وسننتظر. هل سنسمع وسنستمع إلى أصوات الفشار. ما شاء الله. الذرة. Та в долоні нам покажи, в долоні. В долоні все покажемо. Альхамдулилля. Ад-дафа аль-уля. Такрібан джагіза. Такрібан. Ласанудифу. Масхук сукер. أو ملح لهذا الفشار. ما شاء الله ما زالت. انظروا إلى هذا الجمال. كم أحب الفشار. أوه جميل للغاية.